المرة اللي فاتت خلصنا ريجستر واللوجن، تمام؟ بعد ريجستر واللوجن المفروض بعد ما يدخل يلاقي ايه؟ يلاقي شاشة كده، يعني المفروض دلوقتي انت عملت ريجستر واللوجن، احنا بس هنشغل دي الأول، نشغل برضو الداتابيز. بيشتغل اهو. المفروض اول ما يعمل ريجستريشن ولوجن، اول ما يدخل احنا كارسن هيلاقي الماركات، وبعد ما يلاقي الماركات يخش على المارك يلاقي الايه؟ التايبس، الانواع. بعد ما يخش على التايب يقدر يحجز بقى، صح ولا غلط؟ ده المفروض يحصل. احنا خلصنا ريجستريشن ولوجن، طب دلوقتي مين اللي هيضيف الماركات؟ الادمن، صح ولا غلط؟ هيبقى في شاشه للادمن. ومين اللي هيضيف الانواع؟ برضه الادمن. يبقى في برضه للادمن، صح ولا غلط؟ يبقى المفروض اول حاجه نعمل جزء الادمن، ومين اللي هيشوف الحجوزات؟ الادمن، صح كده. وبعد كده عندنا جزء برضه ايه؟ للسبير بارت. طيب الاول عايزين نعمل الادمن بالشكل ده، تمام؟ شكل التبات اللي موجوده في الواتساب. ايه؟ اه انا بقى حضرتها يعني، تمام؟ عايزين نعمل كده، كنا عاملينها مع ناس، مع مجموعه بكده، دي اللي عاملينها في الواتساب زي ما انت شايف كده، تمام. دي اخر ايه؟ اخر فيرجن نزل، كان دي اخر اكتيفيتي نزل الجديده، حتى بعدها الواتساب على طول عمل ايه؟ ابديت عليها، تمام. دي والله انا هقول لك بتتعمل ازاي، وهنشتغل مع الادمن فيها. انت واحد تاني يقول لا مش تمام، الحاجه دي حلوه جدا ما نخليها مع اليوزرز، دي حرية شخصية بقى، أنت تاخد فكرتها بتعمل إزاي، توظفها زي ما توظفها، توظفها براحتك. المهم أنت عرفت بتعمل إزاي، خلاص أنت بقى وظفها براحتك. طيب إحنا هنعمل إيه؟ واحد للمنتجات، سوري للأنواع العربيات، نعمل الاتنين مع بعض. أنا رأيي كده، البراند فوق أصل البراند بيانات وين؟ لو بصيت كده كار سنتر، لو بصيت على بيانات الماركة اتنين، يا ريت ده اتنين، اعمل. فاحنا هنخلي هنا الكار اوبشن مثلا هيضيف السيارات، تمام، البراند، وهيضيف الايه التانية اسمها التايبس. طيب اهو ادي الداتابيز، لو بصيت على الماركة ايه؟ بص كام، واحد اتنين. ايه؟ لسه هعملها، انا بوريك الاول ايه اللي احنا عايزين نعمله، وبعد كده عشان تبقى متخيل، ما اقعدش اشرح ساعة ساعة ونص وفي الاخر هي دي اللي انت عايز تعملها؟ لا، تبقى فاهم الاول احنا عايزين نعمله، وبعد كده نبدا نشتغل بقى، خلاص؟ طيب البراند انه والبراند نيم، وعندنا الصورة، تمام؟ عندنا الصوره بتتعمل بطريقتين، هنسجل يا اما تسجلها جوه الداتابيز، الطيب نفس الكلام اهو، يا اما تسجلها جوه الداتابيز، يا اما تسجلها على سيرفر خارجي الفاير بيز. طيب احنا هنا محتاجين صوره، وهنا محتاجين صوره، صح ولا غلط؟ فهنعمل الاولى بطريقه تسجيل في الداتابيز، تمام، وهنعمل الثانيه بطريقه فاير بيز. يبقى برده معاك الطريقتين، بس هتلاقي الفاير بيز ممكن يكون الكود طويل شويه، بس الحته بتاعه السرعه اسرع. اما الداتابيز يا ابويا على التقل، هوري لك دلوقتي لما نيجي نسجل الصوره، هتشوف دلوقتي كميه البيانات اللي متسجله عامله ازاي، خلاص. طيب تعالى نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعمل فايل نيو بروجكت، هنسميه ادمن كار سنتر نيكست، تمام. بعد كده نيكست، بعد كده تاب اكتيفيتي، تاب اكتيفيتي نيكست، بعد كده تختار من هنا اكشن بار تاب اكشن عشان تبقى كده،
لو اخترت اكشن هتبقى قايمة من فوق تختار، تبقى قايمة من فوق تختار، تمام؟ طيب في كلتا الحالتين التعامل معاهم واحد اساسا. طيب هنختار اكشن تاني، خلاص؟ لو عملتها كده هتبقى بالايه؟ دي ما تجيش غير مع الجاليري، مع الصور بتعرضها، بس ما تجيش مع شغلي، فاهمني؟ فاحنا اكشن بار تاب فينيش سميناها مين اكتيفيتي، ماشي مش مشكله. هينزل اهو، بيحمل. شباب بقى فيها شغل كتير بصراحة، تقعد من هنا وتيجي هنا عشان كده انا فاتح القديم ده عشان لو احتاجناه. ادي تلاتة فريجمنت وادي تلاتة تانيين. فتح هو ده، تمام. بص بقى يا سيدي، ادي ملفات الجافا. على جيني موشن طبعا محتاج ان احنا لازم البيلد جريدل 16. بيكتب فوق، يا رب الحركه دي مستفزه. بص ده بيكتب هنا، هنضطر نقفل كل الاندرويد. حركة زفت دي بيهنوا فيها. قبل ما يبدا دي بنعمل فيها ايه بقى؟ تلات، مش تلاتة اكتيفيتي، تلاتة فريجمنت، تلاتة فريجمنت. ايه الفريجمنت ده؟ الفريجمنت عبارة عن شاشة لاي اوت تظهر جوه الاكتيفيتي. طب واحد يقول لي يا اما طب ما تعملوا تلاتة اكتيفيتي، قلت له دماغك، لو عملت تلاتة اكتيفيتي الحركة دي مش هتحصل. هو قفل، كانوا مسمينه بوك ستور، ادمن بوك ستور. فين الحركه دي؟ انت تحس انك في نفس الشاشه ولا الشاشه واحده؟ في نفس الشاشه، صح يا غلط؟ لو عملت ثلاثه اكتيفيتي هتدوس هنا هتلاقي الابلكيشن فتح وقفل تاني، فتح اكنه بيفتح الشاشه جديده، اكنه بيفتح الشاشه جديده، فاهم بالظبط؟ فاحنا لا، احنا عايزينه يبقى اكنه في نفس الشاشه، ما يحسش انه حصل ايه؟ تغيير، ما يحسش انه حصل تغيير. عشان كده طيب عشان التاريخ النهارده كام؟ بقى اللي احنا عملناه كار سنتر ادمن، صح؟ تعالى بقى يا سيدي هتلاقيه عمل هنا ايه بقى. بص حمل، مش فارق صعب صراحة. بص بقى يا سيدي لسه بيفتح ده،
بقى يا سيدي، تعالى بقى الابلكيشن اهو، اعمل ران. قبل ما نعمل ران لازم نغيره 16. ادي ران. بص هو عامل ايه بقى في الشاشه دي اللي هو يعرضها، مش دي، ده اللي احنا عايزين نعمله. هو بيفتح اهو. بص يا سيدي، شايف هو عامل هنا؟ حلو. بص هو عامل ايه، ما هي دي انت عايزها. بص الباشا عامل ايه بقى، نازله بكام فريجمنت؟ واحد. نازله بفريجمنت واحد. انا عملت كده ماشي، ورحت عملت ران. بص هيحصل ايه، ده منطقي؟ لا، خد بالك بقى من دي اللي هو منزلها اساسا، ده اللي هو منزلها، دي الديفولت طبعا. دي هتعمل ايه بقى ساعتها؟ اول حاجه انت منزل فريجمنت، وده الكود بتاعه الفريجمنت، سيبك منه. هتروح منزل 3 فريجمنت، كليك يمين نيو، كليك يمين على ليه اوت. عايز تمسح دي كمان مع 1000 مليون سلام. احنا كده كده كنا مسحينها هناك، كده كده همسحها، ملهاش لازمه نعمل من جديد اساسا. يعني انا حتى لو بصيت عملت 3 ليه 3 فريجمنت، هدلتها اهي، قال لي ديليت اني واي، كليك يمين على ليه اوت نيو فريجمنت، فريجمنت بلانك، وهتسميه فريجمنت 1. وتروح دايس فينش. بيحمل. وهتعمل فريجمنت 2 وفريجمنت 3. طيب تيجي بعد كده، ادي ملفات الجافا، كليك يمين نيو فريجمنت، فريجمنت بلانك، فريجمنت 2، فريجمنت ليست، هناخدها مع ميد اما ليست فينش. كل فريجمنت بتعمل له ايه؟ بتعمل ملف جافا. كليك يمين نيو فريجمنت، فريجمنت 3. تمام لحد كده؟ طيب الثلاثة فريجمنت دول حطهم مع نفس فولدر المين. ثلاثة فريجمنت حطهم مع نفس فولدر المين. طب ليه؟ هما محطوطين في فولدر لوحده. كنت هتضطر تعمل ايه؟ عشان تنادي من المين هنا لأي فريجمنت كنت هتضطر تكتب اسم الفولدر. طب وليه؟ على طول المين فيه على طول. تعمل له امبورت كمان. طيب دي أول حاجة. طب لو عملت ران المنيو بتاع حضرتك ديت اللي فيها سيتنج، دي القايمة اللي بتظهر هنا. اللي هي دي. مش فارقه معايا. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ثلاثه الفريجمنت تاب دول. الثلاثه دول نازل فيهم كميه اكواد بالهبل، ولا عايز كل الاكواد دي. كل الاكواد دي ولا عايزها، انا كل الكود اللي انا محتاجه الكود اللي يفتح الفريجمنت زي كده.
اقول لك بس يكون فاضي اهو، بس يكون اكستند من فريجمنت ويكون في حاجه اسمها اون كرييت فيو. كانت المره اللي فاتت اون كرييت بس، لا في الفريجمنت اون كرييت فيو ويكون فيها لي اوت ان فلتر. فاكرين لي اوت اللي هو دي كانت فكرتها ايه؟ تفتح تظهر على الشاشه. هو برضو بيتعامل المعامله دي. تمام، فيو جروب كونتينر بندل. تيجي هنا شايف دي بقى، دي اللي بتظهر لي اوت. لا ما فتحش تكييف، لا شايف دي بقى، دي اللي بتظهر الفريجمنت. الكود ده اهو، الكود ده اللي بيظهر الفريجمنت. انا عايز الكود بتاعي في الفريجمنت بتاعته في الكلمه دي بس، اللي شويه دول، الشويه دول فيهم ايه؟ اون كرييت فيو هتلاقيه هو عاملها اهي. ادي ده شغلنا احنا بقى، اكستند من الفريجمنت. كلام جميل، كل ده ولا الهوا، كل ده فين؟ اون كرييت فيو، اون كرييت، انا عايز اون كرييت فيو، كل ده ولا الهوا. تمام كده، وده بينادي الفريجمنت 1 اهو زي بالظبط ده. اسم الفريجمنت بيكستند من فريجمنت وفيها اون كرييت فيو وبينادي من في اسم الفريجمنت بتاعه. دي اول حاجه. طب الفريجمنت الثاني نفس الايه؟ نفس القصه اهو. انا عايز بس اون كرييت فيو، والثالث كده عملنا الثلاثة فريجمنت. طيب ازاي بقى دلوقتي نعمل رن لده؟ مثلا اول حاجة بيقول انت مسحت حاجة اسمها فريجمنت ايه؟ مين؟ قلت له ما هي فريجمنت 1. وكان في تكست اللي هو كان بيظهر فيه الايه؟ التكست ده اللي كان بيظهر فيه سيكشن 1 سيكشن 2 سيكشن 3. خلاص ما انا حذفته مش عايزه اساسا التكست ده. اعمل رن. مش انت هنا بص خفيناها، كانت اسمها ايه؟ ادمن كار سنتر صح؟ اهو شايف ده؟ هلو اورل ده، هي دي، هو ده اللي انا شلته. ما انا خلاص شلت الفورمه كلها. هو اساسا كان بيتعامل انها فريجمنت واحد، ده هو كان ماشي بمبدا غلط. هو كان متعامل ان فريجمنت واحد، انت المفروض ده دي فيها شاشه بمحتوياتها والتانيه محتويات تانيه خالص والتالته محتويات تالته خالص. هو لا، خدت بالك انا حطيت زرار ظهر فين؟ في التلاته، وده مش منطق خالص. طيب ده السكشنز بتاعتنا، ده الادمن بتاعنا اهو. هنبدا نغير بقى، هنبدا نغير. ادي المين اكتيفيتي. فين بقى كلمه سكشن؟ هنا مكتوب ايه؟ وسكشن فين بقى الكلام ده؟ هتلاقيه هنا موجود في الستايل. كل ده انا مش عايزه برضه بس هشيله اهو. ده مش عايزه، ده سكشن 1 وادي سكشن 2 وادي سكشن ايه؟ 3. طيب الكود ده كله ولا محتاجه ليه؟ عشان الكود ده كله كان بيعمل ايه؟ بيغير التكست مع تحويل كل فريجمنت بس. يعني عارف هو كام تكست؟ واحد، وحطه في الثلاثة بس. والله لما ادوس على هنا قول لي ويلكم واحد، لما تدوس على هنا ويلكم اثنين، لما تدوس على هنا ويلكم ثلاثة. طب لا، أنا عندي كل تكست بمحتوياته، صح ولا غلط؟ كل الشاشة بمحتوياتها. كل ده مش هحتاجه برضه. مش هحتاج بس غير الجزء الأخير. بص بقى زي ما عملناها ازاي هنا. هي بس فيها شغل كتير. أول حاجة الجزء بتاعنا تاب 1 والكلام ده كله بنشيله. سيكشن 1 وسيكشن 2، طب ليه؟ عشان لو بصيت على الكود ده مكتوب بإيه يا جماعة؟ ده سويتش. سويتش دي يعني بتتعامل مع كام حاجة؟ حاجة واحدة. وبيقول لك يا دي يا دي يا دي، بس هي في الأول وفي الآخر حاجة واحدة. أنا مش عايز حاجة واحدة خالص، أنا عايز إيه؟ تلات حاجات. قال لك يبقى رقم واحد هتشيل الكود ده كله بتاع حضرتك. بتعمل حاجه اسمها تاب لاي اوت، بتعرف متغير تاب لاي اوت. التاب لاي اوت ده سميناه تاب لاي اوت، فايند فيو باي اي دي تابس. تابس ده موجود
عندنا هتلاقيه اهو تابس، بنحط اندرويد ويدجت تاب لاي اوت، دي في الاكتيفيتي مين اوريدي موجوده. ايه التابس دي بقى؟ اهي اللي هي دي، اللي هي دي عندنا. ايه التابس دي؟ التابس ديت يا ريس تاب لاي اوت، هي الشاشه اللي شايله الثلاثه، الكونتينر اللي شايل الثلاثه، هي دي بيسموها تابس. خلاص، فاول حاجه انا عرفت متغير من نوع تاب لاي اوت، دي اول حاجه. طب ليه التاب لاي اوت؟ التاب لاي اوت ده اللي هيشيل الثلاثه ايه تاب، سميته ايه؟ فرحت قلت له يا تاب لاي اوت دوت التاب، يبقى بضيف تاب جديد، تاب لاي اوت نيو، التكست بتاعه لا هيبقى براند بتاعنا احنا بقى. بعد كده تاب لاي اوت قال تاب لاي اوت نيو تاب، التكست بتاعه الاسم الثاني، بعد كده وات ايفر بقى. يبقى كده انا كريت الكام تاب، وكل بعمل تاب لاي اوت سيت تاب جرافيتي، تاب لاي اوت جرافيتي فيل، جرافيتي فيل يعني ايه؟ لما التاب ينزل ينزل بحجم الشاشه، ما تلاقيش التاب الشاشه عامله كده. خليها في الفيديو احسن، تلاقي الشاشه عامله كده اهو، وتلاقي التابات عامله كده. لا التابات كلها بتبقى كانها ايه؟ شاشه كامله، هي دي جرافيتي فيل. ده رقم واحد. بعد كده ازاي بقى يتنقل؟ ازاي يتنقل؟ دي بيسموها فيو بيجر. بيجر دي اكنه بيتعامل لكل واحد صفحه بقى، يعني انت عملت التبات عايز لكل واحد ابدا اتنقل ما بينه، فيو بيجر. وفيو بيجر دي برضو بيستخدموها في حاله ايه؟ لما حضرتك تيجي تتعامل مع الجاليري، زي الجاليري بالظبط، دي فيو بيجر برضو. فراح عمل حاجه اسمها بيجر ادابتر اللي بتنقل ما بين الصفحات. البيجر ادابتر دي هتشتغل على مين؟ على التاب لاي اوت ده. اهي قلت له جيت مين؟ جيت كاونت. كاونت يعني ايه؟ عددهم. عارف يعني عددهم؟ عشان بيجي مره مره مره، خلاص انا خلصت، لو دوست مهما دوست مفيش حاجه، فلازم يعرف العدد الاول، فلازم يعرف العدد. بدل ما اكتب ثلاثه اشيل دي واكتب ثلاثه، قلت يجيب عدد مين؟ بعد كده الفيو بيجر ادابتر، ادابتر يبقى كده هو خد الفيو بيجر دي عامله زي ليست فيو، يبقى الفيو بيجر دي خد الادابتر احنا عملناه اللي هو بيجر، اللي هو بيجر ادابتر اللي هو بيتعامل مع صفحات. اكنه ما تيجي عشان تقدر، لما تيجي تتعامل مع دي تقدر تتعامل من هنا او تقدر تتعامل مع بالتاتش، اشتغل كده او كده. خلاص، بعد كده قلت له اون بيج تشينج ليسنر، لما يحصل تغيير في التابات اعمل ايه؟ قلت له اون تاب سيلكتد او ما تم فيو بيجر دوت سيت كرنت ايتم دب جيت بوزيشن، هات التاب اللي داس عليه، دي معناها كده هات التاب اللي انت دوست عليه، هات التاب اللي انت دوست عليه. يبقى انا هنا اقصد لما ادوس هنا يجيب التاب، شوف بوزيشن ده رقم 2 يبقى يجيب البوزيشن رقم 2، لما ادوس هنا 3. تمام، تيجي بعد كده كده ديت طبعا اون ان سيلكتد، وان دي سيلكت بقى فاضيه. يجي بقى اون كرييت منيو، دي المين منيو اللي فوق اللي هي فيها السيتنج. خلاص، اوبشن سيلكتد، ودي برده بتاعت ايه؟ لما يدوس عليه هيعمل ايه؟ قلنا احنا مخليني يدوس على يرجع للشال اكتيفيتي. شايف الكود ده بقى اللي بينشئ تابات؟ الكود ده كله اروح واخد الكود ده كله من اول، هتلاقي بص الليست دي مش محتاجها، من اول هنا هتلاقي جزء من الاكواد، يعني هوريك ادمن سنتر اهو، كل ده في المين اكتيفيتي، كل ده في المين اكتيفيتي، هي اللي شايله الثلاث تابات مع بعض، انا لسه ما جيتش ناحيه كل فريجمنت. هتلاقي هنا الفيو بيجر اهي، ادي الفيو بيجر هو كاتبها خلاص، وعامل فلوتنج اكشن والكلام ده كله. فانا هاخد الكود اللي احنا شرحناه ده كوبي كده كده، انا هعمل ثلاث تابات، وعندي برده التاب اللي اسمه تابس، وعندي الفيو بيجر اللي اسمه كونتينر اهو. فين الاون كرييت؟ كل ده ولا عايزه؟ نيجي بقى هنا الاون كرييت اهي، من بعد هنا كل ده مش محتاجه. بيست هنا بيجر ادابتر، مش محتاج مكتبه، هنا محتاج مكتبه اسمها المكتبه دي اهي، المكتبه دي اسمها بيجر ادابتر، دي هتلاقي مكتبه فوق هنا كده
فين بيجر الادابتر؟ اقف عليه فين دي؟ اهي نزل فين؟ بس نازله اهي. امال ليه مش عايز؟ لا لا هو متغير ده اساسا سيكشن بيجا بالظبط مش لازم. عايزين فيو بيجا الادابتر ودي متعرفه بيجا الادابتر على طول. دي مالوش اي لازم. شيل الكومنتات دي. هنا بقى ده ماله؟ كان نوت ريسولف بيجا الادابتر. مش لاقي حاجه اسمها بيجا الادابتر. اهي يا عم مش هي دي؟ ولا كان سمول؟ لا بس ثانية المفروض كابت على فكرة. ده متعرف فين؟ سوري كان في كلاس البيجر ادابتر ده كلاس بنعمله عشان يقدر يشيل الثلاث صفحات واحط فيه السويتش. شفت السويتش الأخيرة دي؟ عملتها في كلاس. ماشي تاني الفيجوال ادابتر ده كان كلاس عاملينه علشان لما ادوس على زيرو يتنقل لاني فريجمنت ولما ادوس على واحد واثنين لو ما ادوس على حاجه الديفولت ارنال ده اللي بيتنقل بس جوه الفيو بيجر. يبقى تاني معلش تاني واحده واحده. اول حاجه ده فيه مشكله ده عشان دي في الثلاث تابات. بعد كده حطيتهم جوه التاب اللي اسمه تابس احنا عاملينه. بعد كده التابس ديت بقى بتتعامل مع النوع فيو بيجر. تمام؟ فيو بيجر دي بيعملها ليه؟ علشان تقدر تشغل الـ زي التاتش. ما تيجي لو قلبت كده يقلب زي التاتش. عايز يعملها زي كده. قال لك خلاص بتعرف فيو بيجر. الفيو بيجر دي عشان تجيبها لازم تتعامل مع ادابتر. طب الادابتر ده قال لك نعمل ايه؟ قال لك نعمل كلاس بيج ادابتر من نوع فريجمنت ستيت بيج ادابتر. فريجمنت ستيت بيشوف الفريجمنت بتاعك ده حالته واقف في انهي حته. عشان لو واقف في الثاني ومشيت كده يروح للاولاني ولو مشيت يمين يروح للثالث. هو ده اللي فيه الحته دي. هو ده اللي فيه الحركه دي اللي بيعمل الموضوع ده. طيب راح قلت له اول حاجه عرف متغير من نوع اسمه نام ايه؟ نام تاب. وده اسمه بيجر ايه؟ ولما يكون اسمه نفس اسم الكلاس بيتسمى كونستراكتور. الكونستراكتور ده بياخد حاجتين الفريجمنت وعدد التابات. الفريجمنت مانجر وعدد التابات. قلت له سوبر دوت اف ام هتلاقي ده السوبر دي لما تلاقيها تعرف انه بيبص على الكلاس الموروث منه. هو البيجر ادابتر بيورث من مين؟ هل ده انت اللي عامله؟ لا. واكبر ده معمول لوك اهو. ده اوتوماتيك هو اللي بيعمل حركه البيجر. اوتوماتيك فانا بورث منه. انا بورث منه الحته دي فبقول له يا فريجمنت مانجر ده سوبر اف ام معناها شغل الفريجمنت مانجر. هل انت عندك عدد التبات؟ عدد التبات عندك. فرحت قلت له زيس نام دوت تاب نام تاب ده اللي هيبقى عدد التبات اللي هيشتغل عليها. طبعا هنا مش كاتبين ثلاثه ليه؟ عشان تبقى ثابته. تيجي بعد كده فريجمنت جيت ايتم يشوف بقى انت دوست على انهي واحد. لو دوست على الاولاني بيشوف البوزيشن بقى البوزيشن اللي هو فوق مرتبهم 0 1 2. لو دوست على 0 هيجيب واحد الاولاني. لو دوست على واحد هيجيب الثاني. لو دوست على الثاني يجيب الثالث. بعد كده كاونت دي بتعمل ايه؟ عدد التبات اللي جابتها. ادي ده لازم يكون موجود. هتعمل كلاس اسمه بيج ادابتر عشان كده جايب ايرور عليه اهو. كليك يمين نيو جافا كلاس وتروح طالما عملته نفس الاسم مفيش مانع تعمل كده كله كده كوبي وتاخده بيست بس ما تاخدش الباكج نيم معايا. ثواني بس عايز هو هنج عندكم؟ في جهاز وقع من على الشبكة من الواضح كده. اشتغل؟ حد جهازه فصل؟ طيب مفيش مانع بقى انك تاخد كده وبيست. طيب هنا غلط ليه؟ انت اول فريجمنت عنده اسمه ايه؟
اروح كاتب فريجمنت ولا والتاني والتالت كده انا بادئ على الثلاثة فريجمنت اللي انا عملته. دي اول حاجة اهو. تيجي بقى للكود بتاعنا بتاع المين اكتيفيتي هتلاقيه اتصلح. سيف، سمي الاكتيفيتي بتاعتك براند. طيب ريسيرفيشن او بلاش ريسيرفيشن، اسمها ايه؟ هنسميها سبير بارت. عايز تضيف السبير بارت تمام. بعد كده المفروض فيه طب بيني وبينك التابله المفروض فيه تابل ريسيرفيشن، شوف حجوزاته. بس طبعا التابلت لما تزيد فوق هتبقى هتأفور منك، هتبقى شكلها وحش. يعني هي 3 100 100 بصراحه. اما لما تعمل 4 و5 لا هتضطر تعمل الجهاز كده تقلبه. يبقى دي منيو بقى، فاهمني؟ يبقى دي افضل في الحاله دي منيو. طيب سيف، تيجي بعد كده كل فريجمنت من دول الكود ده اللي انا عايزه، اون كرييت فيو وريتيرن كذا، ده الكود ده انا محتاجه. طب سيف ده الاول وتعالى نجرب ادمن كار سنتر بقى، نجرب شغلنا اللي احنا عملناه ده. عملنا 3 فريجمنت والثلاثه فريجمنت عملوا 3 ايه؟ فريجمنت جافا. مسحنا الكود كله، ما سبناش غير اون كرييت فيو. بعد كده رحنا للمين اكتيفيتي، عرفنا الثلاثه تاب، وبعد كده ضفناهم مع التابس اللي هو الكونتينر بتاعه، وعملنا فيو بيجر عشان يقدر يقبل التاتش. الفيو بيجر ده لازم محتاج بيجر ادابتر، فعملنا له كلاس. الكلاس ده في حاجه مهمه جدا، اللي لما ادوس على واحد، لما ادوس على اي واحد منهم يتنقل سويتش. ده الادمن صح؟ عملهم. بس تعالى بقى نشوف الفريجمنت الاولانيه في الكلمه دي صح. هنروح ماسكينها كده منزلين. طبعا لو وقفت فيها كده هتلاقيها فريم لاي اوت صح ولا غلط؟ لو عملناها ريلاتيف لاي اوت هيقول حاجه؟ نجرب وهنسميه اول مره في الخصائص. هنكتب عليه براند، هنكتب عليه براند. الخميس بتاع مولد النبي اجازه. طيب احنا مش خميس احنا مالناش دعوه. براند لو جيت هنا التاب التاني اللي سوده كده ايه السواد ده؟ لا غريبة خالص. طب التالت ايه؟ طب ماشي هنضيف ده في صورة. ماشي الفريجمنت التالت ريلاتيف لاي اوت هضيف فيه تشيك بوكس. جرب كل واحد حاجة مختلفة. لا ما علينا بقى. لا في الفريجمنت في الويكند مش موجود. لا في الميجند ما فيش نجمه. بص بقى البراند فيها ايه. طيب اصبح كل واحد بقى ايه؟ حاجه مع نفسه. اصبح كل واحد بقت حاجه مع نفسه واصله تمام. يبقى عملنا واحد نزل الراجل بالتبات بتاعته، رحت مسحت الفريجمنت بتاعه، مسحت الفريجمنت بس، نزل تو فايل، فايل اسمه مين اكتيفيتي وفايل فريجمنت 1. فانا مسحت الفريجمنت 1 بملف الجافا ونزلت كام فريجمنت؟ 3. الثلاثة فريجمنت عملت اتعمل لهم 3 جافا. رحت ملف الجافا لقيته مكتوب فيه اكواد كتير، صفصفوا على دول الاون كرييت فيو فكت لا غير.
بعد كده رحت هنا الفريجمنت دي عشان اقدر احط فيها حاجات بتاعتي، عشان اقدر احط فيها حاجات براحتي، وقفت عليها وخليتها ريلاتيف ايه لاي اوت عشان اقدر اتحرك فيها. بعد كده رحت للمين اكتيفيتي، المين اكتيفيتي نزلت الثلاث تباب بتوعي وحطيت فيهم الايه اساميهم. بعد كده حطيتهم جوه، عملت لهم فيل عشان يتملوا الصفحه. بعد كده حطيت عملت حاجه اسمها فيو بيجر. فيو بيجر ده بيتعامل مع الكونتينر، الكونتينر ده برده موجود اهو اهو، ده الفيو بيجر كونتينر اوتوماتيك في سكرولينج اساسا، اوتوماتيك في سكرولينج فيو، حتى لو فيها تلاقي ايه الشاشه كبرت وتقدر ايه تشتغل براحتك بيها. طيب بعد كده بعد ما تعمل الحركه ديت بتنزل حاجه اسمها فيو بيجر عشان يقدر يتنقل ما بين بالطريق بالتاتش بتاعك. طيب اعملها ازاي؟ قال لك لازم تعرف متغير اسمه بيجر ادابتر كلاس، كلاس بيجر ادابتر. الكلاس ده فيه حاجتين، هيتعامل مع الفريجمنت ستيت بيجر ادابتر وده اكستند منه. بعد كده هيتحط فيه كونستراكتور في عدد التابات وبيتعامل مع الفريجمنت مانجر، ده مالكش دعوه بيها، موجوده جوه الاندرويد اساسا. بعد كده عايز اعرف هو داس على ايه، عملت سويتش بوزيشن كيس 1 وكيس 0 و1 و2، يبقى معنى كده اول ما يكون كيس 0 يعمل كذا، كيس 1 يعمل كذا، كيس 1 و2 و3 ديت او 0 و1 و2 اللي هو ايه الاندكس بتاع التاب، الاندكس بتاع التاب. خلصت تمام. تيجي هنا لما تاب سيلكتد اول ما ادوس عليه يعمل ايه؟ يظهر، يظهر التاب بتاعي. اقول له روح للفيو بيج بيجر سيت كارنت ايتم. سيت كارنت ايتم ايه؟ يعني الايتم اللي معروض قدام حضرتك، الايتم اللي معروض قدامك انهي تاب؟ قلت له تاب دوت جيت بوزيشن، التاب اللي انا دوست عليه. انا ما اعرفش ادوس على اي تاب، انا ما اعرفش ادوس على اي تاب اساسا، فلما تدوس على اي تاب واحد يجي لك واحد، تاب اثنين يجيب اثنين. سيب. بعد ما بتخلص كده تبدا تروح للفريجمنت وتحط شغلك فيها. الحاجه الوحيده اللي انت دلوقتي حطيت في الفريجمنت ده اهو، حطيت زرار عايز ابرمجه خلاص بقى، هو كل واحد اكنه ايه شاشه جديده خالص، عايز تبرمجه تعمل ايه بقى يا سيدي؟ بص يا سيدي، اول حاجه عشان تبرمجه بتعرف متغير لازم من نوع فيو، لازم، والفيو ده هو اللي هيشيل الفريجمنت بتاع حضرتك. يعني ايه؟ طب ما هو كده اهي، ما الفيو اهو، قال لك تاخد دي كده مكتوب ريتيرن دي، لا تعمل ايه؟ تاخد دي كات وتروح معرف متغير فيو وتسميه فيو، وفي الاخر لازم تقول ريتيرن مين؟ فيو. طب انت عملت دي ليه؟ قال لك عملت دي عشان لما تحب تعرف متغير باتون وتقول بي تي ان يساوي نيو بات بي تي ان من نوع باتون، مش بنعمل كده؟ كنت بتكتب ايه؟ موجوده؟ لا، فهتضطر تكتب فيو دوت فايند فيو باي دي. عشان كده انا اضطريت خدت اللي اوت دي بتاع الفريجمنت وحولتها لايه؟ لفيو. ليه؟ فايند فيو باي دي ما تجيش غير مع شاشه اكتيفيتي، والاكتيفيتي قلت لك ممكن يكون فيو او جيت ابلكيشن او كونتكست، صح ولا غلط؟ فحطيت كل ده جوه فيو، وكل ده هو السطر بتاع ايه؟ الفريجمنت اللي شايل الفريجمنت كله، فحطيته جوه فيو. فبقول له الزرار موجود جوه فيو، فايند فيو اي دي ار دوت اي دي دوت باتون، ار دوت اي دي دوت باتون اهو، بي تي ان دوت سيت اون كليك نيو فيو اون كليك، واعمل توست مثلا دوت ميك تكست جيت اكتيفيتي، مش جيت ابلكيشن المره دي، انت جوه فريجمنت، كوما براند تاب ران. كده خلاص بقى اكنك كل الشال واحده. بص كده تقدر تبرمجه بقى وتتعامل مع كل الشال لوحدها بقى، خلاص خلص الكلام اهو، فاهمني؟ مفيهاش اي مشكله.
سيف. نبدأ بقى نوقف الفيديو ده. ده فيديو الفريجمنت. يبقى عملنا 3 فريجمنت ب3 لاي اوت فريجمنت. بعد كده عملنا كلاس اسمه بيتجر ادابتر، وبعد كده حطينا فيه الاكواد اللي بتحرك التبات، اكواد جاهزه ثابته. بعد كده بتحرك المين اكتيفيتي. الحاجه الوحيده اللي بتتغير هي دي، انك لو ضفت تاب جديد. يعني لو عملت كده، تعالى بقى لو نعيدها تاني بسرعه. كليك يمين، نيو فريجمنت، فريجمنت، فريجمنت فوق، تمام كده. فهتضطر تشيل ايه؟ كل ده، وتشيل كل الهيصه دي لحد مين؟ اون كرييت. مين اون كرييت؟ فيو، صح الغلط اهو. تشيل كل الهيصه دي، كلام جميل. تيجي بعد كده، تيجي فريجمنت، احنا حطينا فريجمنت 4، ناخدها كده وننزله ريفاكتور. طيب تيجي بعد كده في المين اكتيفيتي، هتضيف له ايه؟ هتضيف له تايب جديد، هتسميه يوزرز. سيف، تمام. مفيش اي تعديل هنا تاني. هتروح بقى للايه؟ للبيدج ادابتر، هتزود له كيس. هيبقى كيس كام؟ وفريجمنت وهنا 4. شكرا على كده. دي بقى شوف انت عايز تعملها، بتبقى مهمة في كذا مكان يعني. ايه؟ هي 4. يعني 4 مش وحش. بس طبعا لو زادت عن كده هتبقى مهببه بقى. خلاص؟ وقف الفيديو ده. فهمتوها؟